ناصح الفضائية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا أيها الفضلاء في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً نافعًا لنا جميعًا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعًا. فأقول بارك الله فيكم، إن مواسم الخير تتنوع وتتجدد، وذلك لسعة رحمة الله جل وعلا وفضله على عباده، فإن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم عفو بر جواد، يمن على عباده بمواسم الخير الكثيرة التي تتجدد فيها الطاعات وتتنوع فيها العبادات وتشحذ فيها الهمم وتقوى فيها العزائم وتصلح بإذن الله جل وعلا النفوس التي طالما ابتعدت ونأت عن ربها سبحانه وتعالى. هذه المواسم المباركة نفحات إيمانية، وهي أيام من أيام الله جل وعلا المباركة، يجتهد فيها المؤمن في الاستزادة من الحسنات ومن الاستكثار من الباقيات الصالحات. وربنا سبحانه وتعالى نوع هذه المواسم وعددها وجددها وجعلها متكررة في كل عام وفي كل موسم من المواسم التي بها يجتهد المؤمن في الانتفاع بهذه الأيام المباركات. ومن تلكم المواسم أيها الإخوة الكرام هذا الموسم العظيم، وهو رمضان الكريم، هذا الشهر المبارك الذي اجتمعت فيه أنواع كثيرة من العبادات والطاعات، وأنواع متنوعة ومن القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. هذا الموسم المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلا أقل من أن يكون فيه خير كثير لمن أراد الخير من عباد الله الصالحين. رمضان شهر القرآن، فهو شهر التلاوة وشهر التدبر وشهر التفكر وشهر التمعن في كلام الله سبحانه وتعالى والتعبد لله جل وعلا بتلاوة وإقامة حروفه والوقوف عند حدوده. ورمضان كذلك شهر الصيام، وهو شهر واحد افترض الله جل وعلا صيامه
على عباده المؤمنين في العام مرة، غير أن من صامه إيماناً بوجوبه وفرضيته واحتساباً للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى غفر له بذلك الصوم ما تقدم من ذنبه. وأي فضل أعظم من هذا الفضل، وأي نعيم أعظم من هذا النعيم، أن يكون صوم 30 يوما مكفرات لذنوب عام كامل. فيا لفوز الصائمين، ويا لفرحة المغتبطين بهذا الشهر العظيم. وفيه أيضا كما تعلمون في هذا الشهر المبارك فيه إحياء ليله بالقيام وبصلاة القيام التي تسمى صلاة التراويح، التي يجتهد فيها المسلمون في ليالي رمضان المباركة في إحياء ليله كله بركعات شرعها وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي 11 ركعة تزيد عن ذلك أو تنقص، يصليها المسلمون جماعة في بيوت الله جل وعلا، فيحيون بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكتب لهم بذلك لمن صلاها مع الإمام حتى ينصرف قيام ليلة كاملة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم فضل القربات وعظيم منزلة الطاعات في شهر القربات والطاعات، وهو شهر رمضان المبارك. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له كذلك ما تقدم من ذنبه، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر، وهي ليلة التي أنزل فيها القرآن، وهي ليلة عند الله سبحانه وتعالى من قامها إيمانا واحتسابا غفر كذلك له ما تقدم من ذنبه. وقد وصفها رب العزة في كتابه بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنويها بذكرها وبيانا لمنزلتها عند الله جل وعلا. فمن صادفها ووافقها قائما مصليا داعيا مستغفرا منيبا إلى ربه كان ذلك خير له من قيام 1000 شهر فيما عداها. وهذا كله غيظ من فيض مما اشتمل عليه شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم الذي كما أسلفنا يغتبط به الصالحون ويفرح به عباد الله المجتهدون، فينقسم الناس فيه إذا دخل عليهم 3 أقسام. أما القسم الأول فهم المجتهدون المشمرون في قبل رمضان، فيزدادون فيه اجتهادا ونشاطا وعزيمة على الاستزادة والاستكثار من الطاعات والقربات. فكانوا قبل رمضان يقومون الليل ويصومون النهار، لا يتركون شيئا من ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أنه كان يأتيه أو يعمل به من صيام تطوع أو قيام تطوع أو صدقة تطوع أو نحو ذلك من الطاعات والقربات وتلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار والابتهال إلى الله جل وعلا. فيزداد هؤلاء الصنف وهؤلاء النوع من الصالحين نشاطا واجتهادا وفرحا منهم بهذا الشهر الطيب المبارك، لأنهم يعلمون أنه شهر مضاعفة الحسنات وشهر الذي تزيد فيه الدرجات عند رب الأرض والسماوات، فيزدادون نشاطا ويشمرون عن ساعد الجد والاجتهاد، فيجتهدون ويزدادون اجتهادا على اجتهادهم الذي كانوا عليه قبل شهر رمضان. والقسم الثاني من الناس وهم المقصرون المفرطون المذنبون، الذين هم قبل رمضان كانوا في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وكانوا في غفلة شديدة
وبعد عن الله جل وعلا وحيل بينهم وبين ربهم بما تلبسوا به ووقعوا فيه من معاص وذنوب وسيئات وآثام جعلت بينهم وبين ربهم حائلا حال بينهم وبين التوبة وبينهم وبين أن ينالوا شيئا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الصنف من الناس إذا دخل رمضان كان فرصة لهم للاجتهاد فيه، لأنه شهر تكفر فيه الذنوب وتمحى فيه السيئات، وفيه يقبل الله التوبة من عباده التائبين، وتتنزل فيه الرحمات من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك فهو فرصة لكل مقصر ومذنب في الإقبال على ربه، فتراهم يقبلون على الله زرافات ووحدانا، يحرصون على اغتنام هذه الفرصة، وذلك لمن عقل منهم أن هذه فرصة قد لا تتكرر في حياة المرء. فدقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ولا يدري المرء ماذا يكسب غدا، ولا يدري نفس ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فإن أعمار بني آدم كلها من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فلا يعلم الإنسان متى تفجأه منيته ومتى يدركه الموت، فيندم حينئذ ولا تساعة مندمي. هذا القسم من المذنبين المقصرين المعرضين البعيدين عن رب العالمين إذا دخل رمضان فرحوا فرحا شديدا، وأقبلوا عليه بقلوبهم المنكسرة المذنبة المقصرة، راجين من الله جل وعلا التوبة والغفران والمسامحة والعفو والتجاوز عما وقعوا فيه قبل رمضان. عل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر شهر الرحمة يتجاوز عنهم ويعفو عنهم ويقبلهم، فتراهم ينخرطون مع إخوانهم الطيبين السابقين الذين ذكرناهم في القسم الأول من الناس في الاجتهاد في الطاعات، فتراهم في المساجد يصلون مع الناس الصلوات الخمس في جماعة، وتراهم كذلك يحافظون على صلاة القيام من صلاة التراويح مع الناس في جماعة، وتراهم أيضا تلحظهم وتشاهد كثيرا منهم يحرص على أن يقرأ شيئا من كلام الله جل وعلا وأن يتلو شيئا من القرآن، وترى كثيرا منهم لا يكاد يترك مصحفا من يده، يحاول أن يقرأ شيئا من القرآن كما يشاهد ويرى كثيرا من الناس يصنعون ذلك، فيكون ذلك حافزا له للولوج إلى هذا الباب، باب الخير والانتفاع بهذا الموسم المبارك. وكذلك تراهم يحرصون على المحافظة على الصيام وألا يخدش بشيء من الآثام، لا بنظر إلى محرم ولا بسماع لمحرم ولا بالتعامل معاملة محرمة، فتراهم يتورعون ويتركون كثيرا مما كانوا يقعون فيه قبل رمضان. هذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم مكانة ومنزلة هذا الشهر المبارك في نفوس المسلمين حتى مع المذنبين والعصاة والمقصرين. وقسم ثالث وهم الذين كانوا على خير قبل رمضان لكنهم لم يكونوا من المجتهدين، وإنما كانوا من المقتصدين الذين لا يجتهدون ولا يستكثرون من الطاعات، فهذا القسم يفرح كذلك بدخول هذا الشهر الطيب المبارك، وتراهم يهتبلون هذه الفرصة في الاستزادة من الطاعات ورفع سقف حسناتهم حتى يصلون إلى منزلة لعلهم ينافسون بها أو فيها السابقين الأولين الذين ذكرناهم من النوع الأول، فيحرصون على الاجتهاد في تلاوة كتاب الله والاستزادة من ذلك، مع أنهم كان عندهم نصيب ولهم حظ من ذلك. وكذلك يجتهدون في قيام الليل والمحافظة على صيام النهار وترك ما يخدش ذلك الصيام من فضول نظر أو فضول سماع أو فضول كلام، وتراهم يحرصون على المحافظة على الأذكار والأوراد
الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هو حال المسلمين جميعا، لا يخرج عن هؤلاء الثلاثة، إما أن يكون مجتهدا فيزداد في رمضان اجتهادا، وإما أن يكون مقصرا فيغتنم فرصة رمضان فيتوب ويلجأ إلى ربه ويرجع ويؤوب ويندم على ما صنع ويصلح ما فات، وإما أن يكون من القسم الثالث وهم المقتصدون المعتدلون، وهم الذين لم يكونوا من المجتهدين ولم يكونوا كذلك من المذنبين، فهؤلاء يغتنمون هذه الفرصة التي تضاعف فيها الحسنات والتي يبارك الله جل وعلا فيها في القربات، فقراءة واحدة تضاعف حسناتها أكثر من القراءة في سائر الشهور الأخرى، وركعة واحدة في قيام الليل أجرها يضاعف أعظم من أجر ركعات كثيرات في غير رمضان. وكذلك الحال في كل ما يقع من العبد في رمضان من الطاعات والقربات. ولهذا أيها الإخوة، هذا الموسم المبارك العظيم الذي والله إن الخسارة كل الخسارة أن يدخل علينا رمضان ثم يخرج وينصرم وتقوض خيامه وتنتهي أيامه وتتصرم أوقاته، ثم نخرج ونحن على مثل ما نحن عليه، لم نزدد اجتهادا ولم نقلع عن ذنوب ولم ننتفع إن كنا من المقتصدين من أي هؤلاء الأنواع الثلاثة كنا، فإنها والله أعظم خسارة. ولذلك ثبت في حديث أبي هريرة، والحديث أصله في الصحيحين وهذا لفظ أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خاب وخسر من دخل رمضان ثم انسلخ منه ثم لم يغفر له. خاب وخسر من دخل رمضان ثم انسلخ منه ثم لم يغفر له. وأي خيبة وأي خسارة وأي غبن أعظم من هذا الغبن، أن يدخل عليك شهر رمضان كامل 30 يوم ب30 ليلة تزيد أو تنقص، ثم بعد ذلك تخرج من هذا الشهر وأنت كما دخلته، ووالله إنه لأعظم حرمان وأكبر خسران أن تكون من هذا الصنف. نعيذك بالله وكما نعيذ أنفسنا أن نكون كذلك. فيا أيها الصائم لرمضان القائم للياليه، ها قد انتهت أيامه وذهبت لياليه المباركة، وبقي لنا إلا ما بقي لنا فيه إلا ما سطر ودون في موازين أو في صحائف أعمالنا، إن خيرا فخير فنحمد الله عليه، وإن كان تقصيرا فنسأل الله أن يعيننا على أن نتلافى هذا التقصير. ثم أعلم بارك الله فيكم أن الفرصة لم تنتهي، وأن الإنسان طالما أنه يتنفس والنفس لا زال يخرج منه ويدخل، ما زال في فترة الإمكان ولا زال في زمن المهلة، فيجب عليه أن يحرص أن ينتفع بوقته وعمره حتى لا يضيع عمره سدى. ولذلك فإن هذه الأيام المباركة التي نعيشها هي أيام شوال، وهو شهر من شهور الله جل وعلا، فيه أيضا شرعت عبادة أخرى وهي صيام الست من شوال، التي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، لأن الحسنة كما تعلمون بعشرة أمثالها، فمن صام رمضان فكأنما صام 10 أشهر، ومن صام ستا من شوال فكأنما صام 60 يوما وهما شهران، فالشهران مع 10 يصبحنا 12 أو 12 شهرا، وهذا صوم عام كامل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانت هذه الأيام أيام مباركات شرع فيها الصيام،
ينبغي على العبد أن يحرص على أن يحافظ على هؤلاء الأيام أن يصومهن، سواء كن متتابعات أو متفرقات، سواء كن بعد رمضان مباشرة أو كن في آخر الشهر، في آخر شهر شوال، فإن الأمر في ذلك فيه سعة. وليحرص العبد على أن يحافظ على هذا الصيام، وهو من الصيام المشروع الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من المداومة على العمل الصالح، وهذا من المداومة على العمل الصالح، فقد كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة ديمة، أي أنه كان إذا أحدث عملا صالحا، صياما أو قياما أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك من الأعمال، كان عليه الصلاة والسلام يثبته، أي يداوم عليه ويلازمه ولا ينقطع عنه البتة. ولذلك كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة، أي كان يداوم عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته كما في الصحيحين من حديث عائشة. ولذلك فمن كان حريصا على أن يحافظ على الخير وأن يستمر على الخير الذي كان عليه في رمضان، فليحرص أن يثبت هذا العمل وهو الصيام حتى بعد رمضان، فإن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور كلها. فمن كان مجتهدا في طاعة الله في رمضان ينبغي عليه أن يحافظ على الخير وعلى تلك القربات وتلك الطاعات حتى بعد رمضان، حتى ويكون بذلك مقتديا متبعا مقتفيا لأثر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عمله كما سمعتم ديمة، وكان أحب الأعمال إليه وأحب الأعمال إلى الله، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فمن كان في رمضان من أهل الصيام فينبغي عليه أن يحافظ على الصيام في غير رمضان، وإن كان صياما قليلا، لا أقل من أن يصوم الأيام التي ثبت في السنة صيامها عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يأمر بها ويحافظ عليها، كصيام الست من شوال التي بين أيدينا في هذا الشهر الطيب المبارك، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام أيام البيض، وكذلك صيام يوم عرفة وغيرها من الأنواع الصيام الاثنين والخميس التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها أو يحث أمته عليها. فينبغي أن يكون عملنا ديمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا طالما كنا في رمضان من أهل القيام وصلاة الليل والتهجد والتراويح، ينبغي علينا أن نحافظ على هذه العبادة الطيبة المباركة وعلى هذه السنة المباركة في غير رمضان. فلا أقل من المحافظة على ركعتين من الليل، ركعتين من الليل يركعهما الإنسان ثم يوتر بواحدة تكتب له بذلك قيام ليلة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ كما تقول عائشة على 11 ركعة يصليها دائما لا يتركها عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نحرص على أن نصلي إما 11 ركعة وإما 9 أو 7 أو 5 أو 3، لا أقل من أن يكون 3 ركعات، يصلي العبد ركعتين ثم يوتر بواحدة ويكون له ذلك قيام ليل، حتى يكون ممن حافظ على الطاعة التي كان عليها في رمضان، ويكون عامه كله موسما من مواسم الخير، وحياته كلها لله سبحانه وتعالى، كما قال رب العزة في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعمل الدائم هو العمل المثمر، هو العمل النافع، وهو أحب الأعمال إلى الله، الدائم وإن قل كما سمعتم آنفا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا ينبغي على العبد أن يحرص بعد رمضان طالما كان في رمضان في لياليه وفي نهاره حريصا على المحافظة على الصلاة في جماعة مع جماعة المسلمين، فينبغي عليه كذلك ألا يضيع ويفوت هذا الفضل،
فإن الذهاب والمشي إلى الصلاة فيه من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا سيما المشي في الظلمات، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. وما مشى عبد إلى صلاة ما سيرا ولا سار سيرا إلا كلما رفع قدما رفعت له بها درجة، ووضع أخرى حطت عنه بها خطيئة حتى يصل المسجد، وكذلك إذا راح منه إذا غدا أو راح كذلك. وهذا كله دليل على عظيم فضل المحافظة على الصلاة في جماعة، فأجرها عظيم وفضلها واسع عميم من رب كريم رحيم سبحانه وتعالى. فينبغي الحرص والمحافظة عليها، فكما كنت في رمضان تحرص على أن تحافظ على الصلاة في جماعة، فإن ذلك ينبغي أن يدوم ويستمر حتى بعد رمضان، تحافظ على الصلاة في جماعة، تحرص عليها. إذا سمعت المؤذن ينادي بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فتهرع وتسرع وتقبل على وتجيب منادي الله سبحانه وتعالى، وتحرص على أن تكون من السابقين، من أولئك الذين يصطفون في بيوت الله جل وعلا ليؤدوا فريضة الله سبحانه وتعالى في جماعة. فأجر الصلاة في جماعة كما تعلمون تفضل على صلاة المرء في بيته ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للعبد أن يضيعه. وكذلك أيها الإخوة، من كان محافظا في رمضان على تلاوة القرآن وقراءة القرآن ينبغي عليه أن يحرص أن يحافظ على شيء من ذلك ورد لا يقطعه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ورد ولو كان شيئا يسيرا، ولو كانت صفحة واحدة من المصحف يقرأها كل يوم، كان ذلك خير كثير بالنسبة إليه. فيحرص على قراءة شيء من القرآن ولو شيئا يسيرا، بشرط أن يحافظ عليه ويداوم عليه، فإن أحب الأعمال كما سمعتم آنفا إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل. فحافظ أخي المسلم بعد رمضان على ما كنت تفعله في رمضان من قراءة القرآن ولو كانت صفحة واحدة في كل يوم، وهي لا تستقلها، فإن القليل عند الله كثير، وإن الصغير عند الله كبير، وإن ما كان في عينك حقيرا هو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. فإن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فلا تستقلن من المعروف شيئا، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فلا يدري العبد كم سيحصل له من الأجور مع تلاوة هذه الصفحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فكيف بمن يقرأ صفحة كاملة كل يوم، كم فيها من الحروف، وكم فيها من الكلمات، وكم فيها من الآيات، وكم فيها من الحسنات والباقيات الصالحات، التي إذا دخل العبد قبره أو وقف بين يدي ربه تمنى ولو حسنة واحدة. فإن الحسنة الواحدة قد ترجح كفة ميزانك يوم القيامة. قد يأتي العبد يوم القيامة بحسنات، ثم توضع في ميزان حسناته في كفة الحسنات، ويؤتى بسيئاته فتوضع في كفة السيئات، فقد ترجح كفة السيئات على كفة الحسنات، فيتمنى المرء لو وجد حسنة واحدة يضعها في كفة حسناته لترجح بهن كفة الحسنات، فينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلا تستقلن من المعروف شيئا، ولو كان هذه القراءة التلاوة لصفحة واحدة بضعة أسطر
بضعة آيات يكن عند الله جل وعلا حسنات كثيرات يجدها العبد يوم القيامة بإخلاصه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، يجدها مضاعفة كجبال تهامة عند الله سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك أيها الإخوة، المداومة والمحافظة والاستمرار على الطاعات أمر مهم ولو كان شيئا يسيرا. كنت تصلي في رمضان 11 ركعة، اليوم صلي حتى ركعتين، 4 ركعات. كنت تصلي الضحى 8 أو 4، صلي الضحى ركعتين. كنت تقرأ من القرآن جزءا كاملا أو نصف جزء أو جزئين في اليوم، تريد أن تختم أكثر من مرة، لا أقل من أن تقرأ في يومك الواحد صفحة واحدة وتداوم عليها وتحافظ عليها، ومع المداومة والمحافظة يهو ويسهل ذلك عليك، وتصبح تلك القراءة سجية عندك، لا تشعر بشيء من الثقل في عند قراءتك للقرآن، فيصبح هذا العمل ديمة، ويصبح هذا العمل عملا معتادا لديك، فينشرح به صدرك وتفرح به نفسك وتفرح به يوم القيامة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله كما قال غير واحد من السلف هو القرآن، فضل الله هو القرآن، فليس هناك فرح يفرح به العبد يوم القيامة كفرحه بكتاب الله جل وعلا يوم القيامة، إذا كان في الدنيا من حفاظه أو ممن يتلونه حق تلاوته ويعملون به على الوجه الذي أمر الله به، فإنه يفرح يوم القيامة فرحة كبرى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا كنت أيضا أيها العبد في رمضان من أهل الصدقة وأهل الجود وأهل البر والإحسان وأهل اليسار الذين ينفعون عباد الله بما فتح الله عليهم من أموال وجاه وسلطان وغير ذلك، فقد يتصدق العبد ليس بماله فحسب، فقد يتصدق العبد على إخوانه بماله، وقد يتصدق بجاهه، وقد يتصدق بشفاعته، وقد يتصدق بكلمة طيبة يصلح بها بين اثنين، أو بكلمة طيبة تقع في سمع بعض الناس يصلح الله بها حاله. فمن كان من أهل الصدقة ومن أهل البذل ومن أهل العطاء ومن أهل الإحسان ومن أهل اليسار، ومن فتح الله عليهم بشيء من أمر الدنيا الذي يبذلونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحرص كذلك أن يتصدق بعد ذلك حتى في غير رمضان، ويحرص أن يكون من المداومين على إخراج الصدقات مفروضة كانت أم مسنونة، ويحرص على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي وجوه البر كلها التي كان يتعاطاها في رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد إذا عمل أو إذا عمل عملا أن يثبته وأن يداوم عليه وأن يستمر عليه. فالله في الحرص على الإحسان والنفقة والمداومة على ذلك حتى في غير رمضان، فإن الناس حاجتهم إلى الصدقات وحاجتهم إلى الإعانة وحاجتهم إلى البر والإحسان من أهل البر والإحسان هي في رمضان وفي غير رمضان، والناس المحتاجون يحتاجون إلى الإعانة والصدقات في كل وقت وفي كل حين. فالله في المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة وهذا الباب الكبير من أبواب الخير الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده الذين فتح الله عليهم من أمر الدنيا، فهم يحرصون على أن ينفقوا في كل باب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيح، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أي لم يظهرها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيكون من أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولئك أهل الصدقة
وأهل النفقة وأهل البر والإحسان إلى الخلق، وما أحوج الناس اليوم إليهم مع ما يمرون به من أزمات وظروف صعبة في مثل هذه الأيام، فليحرص أهل الخير على النفقة والمداومة على الإنفاق في رمضان وفي غير رمضان، حتى يكونوا قد عملوا العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فإن الله كما علمتم يحب من العبد إذا عمل عملا أن يحافظ وأن يداوم عليه. ثم أعلموا بارك الله فيكم أن الحرص على المداومة على الطاعات هذا ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة. من تلكم المناسبات ما ثبت في الصحيحين في قصة علي رضي الله عنه، أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت إلى أبيها، أو ذهبت تريد أن تشتكي إلى أبيها ما تجده من تعب في يديها من استعمال الرحى في البيت، وقد سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه رقيق من الغزو، أي خدم وعمال، فذهبت تريد أن تسأل خادما يعينها في بيتها على المتاعب وعلى ما تجده في الحياة من مشاق. فلما أتت النبي عليه الصلاة والسلام لم تجده، فكلمت حفصة رضي الله عنها وأخبرتها بالخبر، أو عائشة رضي الله عنها، فما كان من عائشة إلا أن أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فذهب عليه الصلاة والسلام إليها في بيتها وهي على فراشها وزوجها، فدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجلس إليهم، ثم قال: هل أدلك يا بني على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، فذلك خير لكما من خادم. وهذا فيه بيان ما في هذه الكلمات العظيمات من النفع العظيم للمسلم إذا حافظ عليهن في حياته، يكن عونا له على مشاق الحياة ومكابدة المتاعب في هذه الدنيا. قال: تحافظون على هؤلاء الثلاث، تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، فذلك خير لكما من خادم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي خارج الصحيحين عند أبي داود وفي رواية أبي داود قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن أبدا منذ أن سمعتهن من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوم صفين، نسيتهن فلم أذكرهن إلا وأنا في آخر الليل، فقلت فقرأتهن وحافظت عليهن. وذلك دليل على أن المداومة على العمل الصالح أمر مهم أيها الإخوة في الله. فتأملوا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظون على الطاعات وعلى القربات وعلى المحافظة على اكتساب الخيرات حتى في أحلك الظروف في المعارك والحروب، وهم لا يتركون تلك الطاعات التي كانوا عليها حال الراحة والسعة والدعة. ولذلك ذكر المؤرخون قصة أيضا في خبر فتح القسطنطينية على يد الأمير محمد الفاتح رحمه الله تعالى، أنه لما فتح القسطنطينية أراد المسلمون يومئذ أن يصلوا ركعتين لله شكرا لله، يصلونها جماعة. قال: فطلب محمد الفاتح ألا يؤمهم إلا رجل داوم على صلاة الفجر منذ عقل حتى ساعته هذه، لم يترك صلاة الفجر في جماعة منذ عقل حتى ساعته هذه، لأن المداومة على الطاعة دليل على محبة الله للعبد. فإن الله سبحانه وتعالى كما سمعتم يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه،
وأن يصبح بالنسبة إليه ديمة، أي يستعمله دائما. وكذلك فإن كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. فمن وفق لصلاة الفجر في جماعة ثم صلى الفجر في جماعة في اليوم التالي فهذا دليل على قبول الحسنة الأولى من الله سبحانه وتعالى. فأراد محمد الفاتح ألا يصلي بهم الفجر أو ركعتي الشكر هاتين إلا رجل حافظ على صلاة الفجر في جماعة منذ عقل لم يتركها قط. قال: فالتمسوا فلم يجدوا أحدا يصدق عليه هذا الوصف، لا في القضاة ولا في العلماء ولا في الأمراء ولا في عامة الناس، أن يجدوا رجلا يصدق عليه أنه محافظ على صلاة الفجر منذ عقل إلى ساعته هذه. فقيل له: لم نجد أحدا. فقال: والله لولا أني لولا هذا الموقف كنت قد آليت على نفسي ألا أخبر بذلك أحدا حتى ألقى الله، فإني لا أذكر أني يوما، هذا الأمير محمد الفاتح قال عن نفسه إنه لا يذكر أنه يوما منذ عقل فاتته صلاة الفجر في جماعة. الله أكبر. فإذا كان هؤلاء هم الأمراء على هذه الحال فكيف تكون الرعاية حينئذ؟ ولهذا كان في آنذاك فتح الله عليهم بيت المقدس، وكان ذلك النصر المبين فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح. لما كان أولئك على هذه الحال من الصلاح فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونحن اليوم نطالب رب العالمين وندعو ونستغيث وندعو الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين أن الله سبحانه وتعالى يدحر كيد المعتدي من اليهود والصهاينة والمنافقين، وأن ينصرنا عليهم وأن يظهرنا عليهم ونحن أبعد الناس عن دينه وعن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدول الإسلام اليوم في الغالب لا ترفع بكتاب ربها ولا بسنة رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسا، بل لسان حالها وقالها والعياذ بالله أنها دول علمانية لا تلتفت لدين الله جل وعلا، بل تفتخر بهذه أو بهذا الانحراف وهذا الانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى. ثم يطلبون من الله سبحانه وتعالى النصر والتأييد والظفر والتمكين. ورب العزة يقول كما سمعتم آنفا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله يكون كما قال أهل التفسير وأهل التأويل من السلف ومن الصحابة والتابعين، نصر الله يكون بإقامة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بهما في أنفسنا وفي أهلينا وفي بلادنا وفي أموالنا وفي ضياعنا وفيما ولينا من أمورنا. فإن نحن نصرنا الله جل وعلا نصرنا الله سبحانه وتعالى على عدونا. وكل من تمسك بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكان شعاره ودثاره أبي الإسلام لا أبلي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم، وكان لسان حاله كما قال عمر رضي الله عنه تلك المقالة المشهورة حين أن جاء ليستلم مفاتيح بيت المقدس في زمنه رحمه الله رضي الله عنه، أقبل هو وخادم له يتعاقبان حمارا أو دابة، يركب الخادم مرة ويركب الخليفة أمير المؤمنين الحاكم مرة على يتناوبان على الدابة، حتى مروا على مكان فيه طين، فنزل عمر رضي الله عنه وأخذ خفيه في يديه ثم خاض تلك أو ذلك الطين فتلطخت ثيابه بالطين، ثم أقبل على الناس على هذه الأية في الشام لما فتحوا بيت المقدس. فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه الأمير آنذاك في الشام فقال: يا أمير المؤمنين،
تقبل على بطارقة الشام ورؤوس الناس وأنت على هذه الهيئة، يعني كان لبست لبسة يعني مناسبة، لبست جاكة وقرواطة وتكمت أمورك، يعني لبست لباس يناسب الوقت ويناسب الزمن، وراعيت الإتيكيت في هذا الزمان وكذا، وما حشمت ناس قدام الناس وكذا، جاي أنت مرة أنت والخادم هذا يركب وهذا ينزل وتتناوباني على الدابة وجاي حوايجك ملبزات بالطين، هذه هيئة لا تناسب هؤلاء القوم الكبار الذين تقدم عليهم هؤلاء الروم. فقال عمر مقالته المشهورة، قال: والله لو كان غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. لو كان غيرك قال هذه الكلمة لجعلته نكالا لأمة محمد، لكن أبا عبيدة أحد العشر المبشرين بالجنة كما تعلمون. فقال عمر مقالته المشهورة التي ينبغي أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. فليست العزة في الطائرات، وليست العزة في السيارات، ولا في لبس الجاكات والقرافتات، ولا في كثرة الأموال وكثرة العدد وكثرة العدة، وإنما العزة بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن العزة لله جميعا. ولذلك أيها الإخوة، لن يكون تقوم لنا قائمة طالما أن تفكيرنا لا زال على هذا الحال، وطالما أننا لا نرفع رؤوسنا بديننا بكتاب ربنا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إن الواحد منا اليوم قد يستحي والعياذ بالله ويتحشم أن يقول أن هو من بلد من بلاد المسلمين، يقول هذه الشعوب متخلفة وشعوب كذا، وهؤلاء ناس كذا ما زالوا في ذيل القافلة، ذيل قافلة العالم، ولا يعلم هذا المسكين أننا نحن خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ ليش نحن خير أمة أخرجت للناس؟ لا لألواننا ولا لأنواعنا ولا لقبائلنا ولا لأراضينا ولا لغير ذلك من أمور الدنيا، وإنما كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كنا نؤمن بالله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونرفع رأسنا بديننا، فإن العزة لنا وإن كانوا أقوى منا عددا وعدة. ولذلك لن ترجع أو لن يرجع بيت المقدس ما لم يعود الناس جميعا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ما كان عليه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين من الهدي الذي سمعتم شيئا منه آنفا. فإن العزة في طاعة الله. وقد التمس قتيبة بن مسلم أحد قادة المسلمين في حروب السند في بلاد الهند، التمس محمد بن واسع العالم الزاهد العابد رحمه الله، قال قتيبة بن مسلم يوما وهم في والعسكر في والمعركة حامية الوطيس، قال: أين قتيبة أو أين محمد بن واسع؟ التمسوا محمد بن واسع. فذهبوا يلتمسون فوجدوه جالسا بعيدا مختليا بربه، قد رفع سبابته إلى السماء يدعو يقول: يا رب انت يا رب نصرك المؤزر ونصرك المبين وغير ذلك. فرجعوا إلى قتيبة الأمير القائد المسلم فقالوا له: وجدناه في مكان كذا يرفع إصبعه إلى السماء يدعو الله أن ينصر المسلمين وعباده المؤمنين. فقال قتيبة بن مسلم تلك المقالة العاقل، قال رحمه الله: والله لأصبع محمد بن واسع خير أو أحب إلي من ألف فارس. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.